في كل الأحوال يعني خدنا صوت، سمعنا صوتك بركة برضو، وهنكمل تاني. تعيش، ما بعد ناخد مارتن برضو. فين مارتن؟ مارتن مش موجود. اطلع مارتن، أين أنت يا مارتن؟ أين أنت يا مارتن؟ الو يا جماعة، في ايه؟ هو البث ملبوس ولا ايه؟ الو، صوتي مسموع دكتورنا؟ ايوه، اسمع، الصوت مسموع. المشكلة مش هنا عندي، الحمد لله. كنت هتجنن. انا عندي صدى قوي صراحة. انا بس حبيت اطلع اسلم عليك واقول لك سلام المسيح اخوي، ودائما ابقى افتح لنا هالبثوث الحلوة، وانه نتبارك منك انت اخ مبارك. تعيش، صلواتك معانا، بنحاول نجاهد يعني. يعني باسم الصليب كده، بلاقي خدمة حلوة في كل في معظم الناس مشاركة، وأنا واحد من الناس يعني. وحضراتكم بتشاركوا، فبحب المشاركة الحلوة دي. أمين وسمعت حبيبي، أمين. عن بس قبل كده نعم. بتاع الأيقونات والتماثيل، فقلت أقول رأيك برضه، أوضح، لأن في ناس برضه بتفهم، يعني بيفهمون هم يفكرون غلط. عباد الأوثان، لأن نحن عندنا أيقونات وتماثيل وصور. يعني هم يفكرون إنه نعبد هالصور أو هذا التمثال، هذا الشيء غلط. هسا إحنا طبعا، أنا راح يعني أعطي فكرة وأنت توضح، لأن أنت لك معرفة أكثر. طبعا من يشوفون إنه إحنا ننحني لهالتمثال أو ننحني لهالصورة، هذا الانحناء هذا يدل على الاحترام على هذا القديس أو على العذراء يعني، واحترامه واكرامه واجلال هذا كله يعني. بس احنا ما بنعبد التماثيل، احنا بنعبد المسيح وحده لا غيره. انا بس حبيت اوضح هاي، وانت هم تفضل بمداخلتك يعني بخصوص هذا الموضوع دكتورنا. ايش هو الفكره يا جماعه؟ لازم يعني، انا ما اعرفش مارتن عابر برضه ولا مولود مسيحي في مصر، فيهمني برضه، لا عايز انا اعرف. مسيحي، تمام، مولود مسيحي حبيبي. حلو، جميل، مولود مسيحي. لازم برضه يا جماعه، واحنا بنتكلم في تعبيرنا في الايمان المسيحي، ناخد بالنا مش كل الناس بتفهم احنا نقصد ايه. فحلو ان انت وضحت النقطه دي في البث ده. الناس اللي بنتعامل معاهم، في ناس لسه جايه للمسيح من سنة، من سنتين، من 4 سنين، من شهر، من شهرين، فالناس دي مش واصل لها كده. فلما تكون مثلا ببص في صورة هنا مثلا، فبيجي يقول لك كده، بيبص صورة يعني هو بيعبد الله كده؟ لا، أنا بتبرك بالصورة. فبوضح، فنقطة التوضيح اللي أنت بتوضحها دي مهمة جدا، لأن في ناس لما بتشوف، ما بتشوفش الحاجات دي أو ما بتشوفش التوضيح، تاخد فكرة غلط عننا. فاهم قصدي؟ فكويس النقطة صحيح. التوضيح. نقطة الأيقونات، إن إحنا بنبص للأيقونات لأن الأيقونات مدشنة بالميرون اللي منه الحنوط اللي اتاخدت من جسد المسيح. فدي صحيح. بركة عظيمة، سواء حتى الأيقونة بتاع القديس أو أيقونة محطوطة كده على جنب، ما دام اتحط فيها الميرون، أنا ببص الميرون اللي موجود اللي اتدشن بيها الأيقونة. في نفس الوقت، عبرانيين 13 17، انظروا لنهاية سيرتهم فتمثلوا بأيمانهم وبدايتها، واذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الرب، انظروا لنهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يعني احنا بنعمل كده تمثل بالشهداء اللي انتصر. احنا دلوقتي لسه في الجسد والدم، في حالة حرب يعني، مع جنود الشيطان ومع الشيطان نفسه، لكن القديسين دول يعني فازوا وانتصروا. اللي فازوا وانتصروا دول بنتمثل بيهم مش بنعبدهم، وهكذا من العذراء بنتمثل بيها مش بنعبدهم. بس في تحفظ ان فكرة التماثيل، لما هما بيبصوا ان احنا بنبوس تمثال او بنسجد لتمثال او كده، بتبقى صعبة شوية، لان تبرك حلو
بس التمثال مش مدشن بالميرون، فاهم قصدي؟ فدي بتبقى صورة نعم يعني شوية ممكن تثير شك عندهم، يمكن الأيقونة مش قوي لأن الأيقونة مدشنة بالميرون، بس التمثل كده كده. مثلا زي ايه؟ عندي واحدة بحبها فمعايا مثلا صورتها، فكل نعم ما اشوف صورتها بفتكرها هي. ببوسها بس دلالة الصورة على مش الحب، دلالة على الحب. نعم مش معناها ان انت بتخون بتكون حبيبتك الحقيقية عشان معاك الصورة، لا. ما هي بس يعني ما يبقاش الموضوع تكريم زيادة للتمثال، ما يبقاش التكريم زيادة للأيقونة. نعم لو وصل التمثيل يعني وصل زيادة لكده ممكن يوصل لدرجة العبادة. عشان كده برضو اللي بيحكم على النقطة دي ربنا، وانت بتبقى شايف جواك تقصد ايه من الطريقة دي، من التبرك ده، فاهم قصدي؟ زيها نعم مية برضو يعني، بالمية بس نعم زيها طبعا زي صورة دكتور صورة. أغسطين، اتفضل. طبعا دكتور أغسطين مثل ما تعرف انه هذا الحكي انه انقال علينا من شهرين انه عباد الاوثان، فانا كنت في بالي منه انه من 3 ايام، فانه جاي نتمسخر عليهم صراحة لان قالوا علينا عباد الاوثان. اذا هم شايفين هيك عباد الاوثان احنا لنا الفخر، يعني كل واحد يعرف شنو اللي بقلبه وشنو اللي يعبده. يعني بالاخير انا يعني ما انتظر واحد يجي يقول علي فد شيء، يعني انا ما اهتم باراء الناس، انا اللي يهتم بيه هو الموجود في قلبي انا. وثانيا هم يعني صراحه يقصون هالفيديوهات، يعني عفوا التوضيح اللي وضحته انه يعني بعد المزح اللي صار، بعد المزح اللي صار انه كان في توضيح انه يا جماعه احنا من تشوفونا انه ننحني لهالتمثال او 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 نبوس هالصوره، ترى هذا كله دلاله على الحب والاكرام والاجلال لهم كقديسين ذولا، ولكن هاي مش عباده ابدا. انا من ابوس الصليب محبه للصليب ابوسه، او من ابوس صوره العذراء محبه احب العذراء ابوسها. زين هذا ما تمام. يدل انه انا الصوت راح، قطع صوتي يمكن شويه، الصوت راح. صوتي مسموع؟ صوتي كده مسموع؟ مسموع. ما اعرف اذا وصلت الفكرة، يعني انا بخصوص اللي وصلت قلته. الفكرة، بس في تحفظ بسيط أخبار، خاصة إن أنت مسيحي بالولادة، لازم ناخد بالنا برضو في طريقة عبادنا على عينيا وعلى راسي. يعني كده كده اللي يحكم ربنا وأنت على نفسك، بس الفكرة برضو يعني ناخد بالنا من فكرة التعبير عن النقطة دي. يعني لما وضحت النقطة دي قدامهم أكيد هيفهموها، فاهم قصدي؟ النقطة اللي أنت نعم وضحتها دلوقتي مش بتقول هذا تمثال، بتنحني لكذا بسبب كذا. يعني أنا بقول لك كنت معايا كنديين وأمريكان بروتستانت صرف، نعم وطلبوا مني إن أنا أروح الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا في البحر الأحمر في مصر، داخلين للريفات القديسين كابوس الريفات بتاعت القديس. ده واحد منتصر، ده مش تمثال كمان ولا حاجة كده، ده واحد منتصر حقيقي، يعني انتصر على الشيطان وخلاص واتكلل وقداسه تمام. لقيت البنت جايه، ايه ده؟ مستعجبه كده ومرعوبه، بترجع لورا. لا احنا، انا مش بعبده، انا باخد بركه لان ده انتصر. بس صحيح لكن فكره المغالاه، لو هم شافونا بنسجد بقى لتمثال او بنسجد لحاجه زي كده، دي بتبقى نوع من المغالاة. لكن مثلا التمثال بتبقى مقبولة شوية أو فيها راحة، فاهم قصدي؟ يعني نعم أنا فاهم قصدك. نعم مثلا في أسبوع الآلام في كل الكنائس أعتقد بيبقى فيه كرسي تابوت، هو كبير للمسيح وهو مصلوب. فلما صحيح الواحد برضه بيسجد للأيقونة مش بيسجد عشان الأيقونة في حد ذاتها، عشان المصلوب اللي جواها. 100%. نعم بس مع التوضيح بتسهل الموضوع، لكن بالتوضيح هيتم عندنا حاجات غلط كتير. وطبعا يعني دكتور غسطين خلينا نكون واقعيين، ترى كل شيء يعني كل شيء موضح، وهم يعرفون كل الزين، يعني هذول اللي حكوا بهذا الموضوع يعرفون كل الزين، ترى احنا ترى ما نعبد هاي، بس هاي كلها حركات، انه ترى صديقي صدقني كلها جاي يسوون فتنه، وهاي العراكات عبالهم انه راح نطلع ونحكي بهالطوائف، ترى هذا الشيء انه ما راح نتقرب عليه ابدا.
بالاخير يا كلنا في صديق، المسيح واحد. يعني كنت في المسيح انت واحد. تعتبرني عابد الاوثان، هذا الشيء يعود لك. يعني انا ما يهمني ابدا رايك، ابدا ما يهمني، ولا ياثر شعره في ايماني. يعني معاك يا صديقي، بس المشكلة إن إحنا بنفترض إن كل الناس عارفة عننا كل حاجة. لأ، مش كل الناس عارفة عن كل المسيحيين كل حاجة، أو العابرين مش عارفين عننا كل حاجة، ولا المسيحيين عارفين عن المسيحية كل حاجة. يعني بنتعلم من بعضينا. هما دلوقتي في بيحصل اللي في مؤامرة كانت حاصلة، حتى أنا قلت لسعيد في بس من البسوس، كان حد بعت لي بيقول لي إن أسلوب كذا، ده بقى أسلوب ضرب، بيضربونا في بعض دلوقتي. ما هنا فكان القصة، يعني الناس ما جاي تفتهم انه اكو فالجماعة انه جاي يسوون فتنة بيناتنا. ليش؟ حتى يفككون المسيح اللي جواتنا، يعني واحد يهاجم الثاني. يعني ما اعرف الناس ليش ما جاي تفهم هالفكرة. ايوه، هم بيعملوا كده. فالطبيعي دلوقتي ان احنا كمسيحيين بالولاده او مسيحيين عابرين ناخد بالنا من النقطه دي. هو شك ان احنا، او شك فيا حتى ان انا بعبد الايقونه او في كده، لا اوضح له ان انا عملتها حتى فيديو على اليوتيوب، قلت له اوضح احنا بنؤمن بالايقونات بمعنى ايه والتماثيل بمعنى ايه، عشان ما حدش يوقع ويعمل فتنه ما بين المسيحيين وبعضهم في الطوائف. فدي لازم نقطه توضيح، عشان ما يجيش واحد يصطاد في الماء العكرة ما سواش 3 تعريفة من ديانة أصلا، والعياذ بالله ضايعة، وهي بزراميط البزراميط، يجي يقول لك هم بيعبدوا أوثان. إحنا مش بنعبد أوثان يا جماعة، وأهو إحنا بنشرح وبنوضح كلنا، بنقول لما ببص التمثال قصدي كذا، ببص الأيقونة قصدي كذا. لكن يعني حتى واحد قالها لي، بيقول لي جالي على بس، انتوا بتبصوا الايقونات وبتعملوا كده. قلت له طب ما تدور على الحجر اللي انت بتدور عليه، بتلف حواليه. بتلف حوالين ايه؟ حجر. ايه المغزى من اللي انت بتلف حوالين حجر؟ انت شايف ان في بعد روحي، فما تجيش تتكلم على ديانتي وتقول الايقونات والتماثيل. صحيح. يعني حتى كنا قاعدين مره، كان منظمه لمناضله العنف باسم الدين، ففتحوا الحوار على كده، جم قالوا المسيحيين بيعملوا كذا في التماثيل. واحدة بس من دكتور تونس، أغسطين، آسف قاطعتك، خلينا نكون واقعين، إنه اللي بداها قال علينا عباد الأوثان، إنه هذا ما كان مسلم، كان على أساس مسيحي. هو هذا المسيحي قال علينا هيك، عرفت؟ فيعني خلينا نفرط. أنا جاي أحكي يعني بالموضوع اللي صار. معاك، أيوة معاك، بس ما تعرفش اللي اتقال له إيه، ما تعرفش اللي اتعمل له عشان يوقعوا. أنا نعم. حضرت البحث بتاعهم واتكلمت، يعني ما طلعتش مداخلة، بس اتكلمت من تحت، كتبت تعليقات ان الفكرة انا احنا بنعبد اصنام ولا بنعبد الكلام ده، احنا بناخد بركة. حتى كان في قسيس من طائفة وقال ان ما فيش طائفة مسيحية ولا في مسيحي من كل الطوائف بيعبد التماثيل او الايقونات. نعم. واخر توضيح، انه انا ما احتاج الى واحد، يعني ما اعرف منين انه يجي يقيم ايماني وايمان كنيستي. ترى انه كنيستي يعني عمرها 2000 سنه، يعني ما انتظرك انت كشخص او مجموعه اشخاص يجون يقومون كنيستي، يقيمون كنيستي ويقولون عليه عباد الاوثان. احنا ايماننا ماشي من 2000 سنه، وهذا شيء يكفي. يعني نقطه راسخه على عيني وعلى راسي، بس الفكره اللي احنا يعني موجوده، واحنا محدش فينا يعني ينكرها، ان مش انا وانت بس اللي بننتقد، اذا كان المسيح نفسه بينتقد. صحيح. يعني بيجي واحد غير مسيحي يقول لك المسيح اللي اتصلب، ازاي الله يتولد، ازاي وازاي وازاي وازاي، فهم بينتقدوا في الله، عايزهم ما ينتقدوش فينا. برافو عليك دكتور. يعني اللي توصل بيه المرحلة ينتقد الله، يقول انا الله قابل انتقاد يمي، فلا تلوم على شيء ثاني ابدا. صحيح، برافو عليك. اللي يتم الانتقاد نقبل الانتقاد، ولما يكون حد غالي علينا بالذات زي اخواتنا العابرين وفاهم عننا غلط حاجه غلط، نقول له لا، احنا بالقصد ده مش كده، مش هدفنا المغالاه في محبه التماثيل او المغالاه في محبه الايقونات. او حتى انا عايز اقول لك، عندنا في الكنيسه البروتستانتيه موضوع المطانيه للاضاحيه او للبطره، في ناس بتتهم الموضوع ده، تقول لنا ايه؟ ان انتوا بتعبدوا الاساقفه لان انتوا بتسجدوا لهم.
فبيجوا لنا النقطة دي، قلنا إن أنتوا بتسجدوا لهم، فنقول لهم إيه؟ سامعيني كده كويس يا جماعة ولا في حاجة في الصوت؟ سامعين كويس؟ هو أنا عندي شوية شوية صدع يعني، بس ما أعرف إذا هم جاي يسمعون زين. تمام. الفكرة بيقولوا لنا إن أنتوا عندكم في فكرة السجود لرجال الدين. أقول لهم لو حد حاسس وهو بيعمل مطانية لراجل دين ان هو بيعملها من ناحية العبادة مش من ناحية احترام، لان كان في مطانيات او سجود احترام في العهد القديم كمان، فلو بيعملها من النطاق ده وحاسس ان هو متشكك ما يعملهاش، يعمل انحناء بسيط وخلصنا كده، ما يعملش. قصدي مفهوم دكتور، صحيح؟ نعم. يعني لو في حد متخوف من طريقة معينة في العبادة ما يعملهاش لو هو نفسه مش مستريح ليها. 100%، نعم. بس يبقى مستوعب ان الناس اللي بتعملها دي مش غرضها ان هي عبادة. فاحنا كلنا بنتحط تحت ضعف، بنتحط تحت حاجة، فالواحد برضو يبقى مستوعب. انت ممكن تبقى متشكك في حاجة هيعملها حد من اخواتنا المسيحيين بعد فترة، تقول له لا معلش انا في دي فاهمني، طب تقصد بيها ايه؟ زي بيعلقوا كتير جدا على اسلوب العابرين في التعامل مع النصوص الغير مسيحية، ويقول لك دول بيهاجموا وبيشتموا بالكلام ده كله. بقول لهم العالم دي مش بتهاجم وتشتم، واللي مش هاجم تشتم، العالم دي في فكرة، في مراجع بتقول على فلان الفلاني انه عمل الغلطة الفلانية والغلطة الفلانية، لما يقولوا رقاصة رقاصة يبقى رقاصة، لما يقولوا في دين من الاديان ان هو سرق يبقى سرق، لما يقول على واحد اخلاقها وحشة في دين من الاديان وهي عملت اخلاق وحشة يبقى هي اخلاقها وحشة. انا اقصد صحيح. في الدين ده، يعني في دين معين كلنا عارفينه موجود فيه فساد اخلاقي جامد، في المراجع بتاعته في فساد اخلاقي، لما يجي يطلع عابر يشتم ولا يقول اصلا الالفاظ الموجودة يبقى هو مش بيشتم، نعم. وهم بقى دلوقتي الاخواننا دول بتوع الدين ده بيوقعونا ببعضينا، مسيحيين الولاد مسيحيين عابرين، يخبطوا الاتنين في بعض واحنا نبلع الطعم ونضرب في بعضينا ليه يا جماعة؟ ليه؟ طبعا هذا اللي يريده الابليس، يعني ما اعرف انه ليش نخلي الابليس يفوت بيناتنا يسوي كل هالمشاكل، وانه شيء واضح، والشيء واضح يعني، والناس ما جاي تستوعبه. مع الشيء واضح. بس يا صديقي كان حد عابر، شيخ عابر كان بيتكلم عن الموضوع ده، نقطة الأيقونات والتماثيل من منظوره، لما عنده حق لأن هو مش فاهم إن في مغالاة في فهم النقطة دي، فلما وضحتها لقيت إن عملية البس كان هاني، والقسيس اللي كان موجود، القسيس من الكنيسة الإنجليزية أو الكنيسة البروتستانتية، خد الموضوع بناحية هادية، وكل التلاتة اللي كانوا موجودين في البث كانوا بيتكلموا باحترام بعد كده، وغيروا الموضوع لاتجاه تاني وكملوا في اتجاههم الطبيعي لمهاجمة العدو الأساسي. عدونا الأساسي مش هما، لا فلان ولا فلانة ولا فلان ولا الطوائف الباقية، نعم. عدونا هو الشيطان واللي بيستخدمهم. لو جه اللي بيستخدمهم بيحاول يستخدمهم فهمه يبقوا على جنب كده، ما بقوش اعداء. يعني ممكن الشيطان يحاول يستخدمني انا ضدك وانت ضدي، وده بيحصل جوه الكنيسه صحيح. الواحده. جوه الكنيسه نعم. الواحده انا اتقال عليا كذا وحد حاول يسفن فيا، وتلاقي ظلم وتلاقي مش عارف ايه، وتلاقي جوه الكنيسه الواحده تلاقي كده، لا هم الاعداء ولا البلاد طبعا هم دكتور ابو الاعداء. حسين، هو الشيطان كيف راح يستخدم الواحد غير من قله ايمانه؟ يعني اذا واحد ايمانه قوي، ايمانه قوي بالرب، مستحيل انه يقدر يتقرب الشيطان عليه يستخدمه، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. وزي ما عملت النهارده في البث، يعني كلامك رائع، كان اسهل تصدقني تقطعوا كلام الشيطان او المحاوله اللي الشيطان بتوقعكم في بعضيكم او توقعنا كلنا في بعضينا. هي على طول انا شاكك ان في حد بيتكلم عن الكاثوليك او على الارثوذكس في سكه التماثيل والايقونات، اطلع لهم يا جماعه احنا ما نقصدش بالتبرك،
ان احنا بنقعد بنوصل لدرجة العبادة التماثيل وعبادة الايقونات، احنا بنقصد واحد اتنين تلاتة. فهمتوها؟ على اننا ورثنا. ما فهمتوهاش؟ احنا برضو وصلنا لكم اللي احنا عايزين نوصله. نعم 100%. طبعا يعني احنا بالكرواسي مثل ما اعرف اذا انت ملاحظ ترى، يعني انا يعني يفتحون بثوث وهاي يحشون علي ويجيبون انه مقاطع مكسوسه ويضيفون بعد الكذب عليها، وصدقني انا ولا معتبرهم، ما منطيهم قيمه ابدا، لان رايي هكذا اشخاص ما يهمني ابدا ولا راح ياثر بي شعره، يعني هاي خلي توصل لهم الفكره، يعني ايش قد ما يفتحون بثوث ويحشون هذا الحكي ويجلسون ويكذبون ترى ما يهمني ابدا، بالعكس انا افرح انه اضحك عليكم. نقطة على السطر انتهى. حبيبي معاك، بس في البثوث او الحاجات اللي بتتفتح او الكلام اللي بيتقال ده برضو فكرة بيعصر برضو ناس تانية. ففكرة نعم ان لو حد معصر مني بطريقة غلط اواجهه. يعني بقول لك انا صراحة قدامكم كده، واحد جاي يقول لي سعيد بيتكلم باسلوب وحش، بيتكلم كده يا دكتور ايه؟ قلت له حبيبي هو حر يتكلم زي ما هو عاوز، وهو بيدافع من وجهة نظره عن ناس، عن حاجة هم الناس غلطت في الأول، فهو بيرد رد فعل مش بيفعل، وهو نعم بيوصف من مراجع، فوصفه من مراجع ده مش غلط. وجيت في بث مباشر سعيد كان عنده أخويا سعيد، حصل واحد اتنين تلاتة، ناس بتصطاد في الماء العكرة عايزة توقعنا في بعضينا، الناس دي بتقول ان انت بتعمل كذا. يا جماعة انا لا واصي على اخ سعيد ولا هو واصي عليا، بنفس المعنى ده يعني على راسي من فوق خدمة كل واحد موجود على التيك توك او على غير التيك توك، لكن لا حد واصي فينا على حد ولا حاجة. فلما يحاولوا يوقعونا مع بعض بالضبط. احنا بقى نطلع نصاح نزنقهم ونضرب، مش العكس. برافو عليك، برافو عليك، فاهمني؟ صحيح. وعشان نعمل كده لازم تبقى في وضوح ما بيننا وما بين بعضينا. يعني لما اخواتنا دول اتكلموا طلعت لهم في البث اتكلمنا كذا، امبارح حد كنا بنتكلم على نقطة معينة، اخت انجلينا استضافتني امبارح اتكلمت على نقطة معينة. يا جماعة احنا كمسيحيين الفروق اللي ما بيننا دلوقتي بقت قليلة، بس ما زال في ما بيننا فروق في العقيدة، فنحاول نقرب من بعضينا اكتر. بس اسهل من محاولة من التقريب بالعقيدة ان احنا نقرب بالمحبة، وتبقى محبة حقيقية. يعني الواحد اتعامل مع ناس كتيرة في الكنائس المسيحية كتيرة من طوائف كتيرة، لقيت منهم الحلو ولقيت منهم بيعمل تقية الاخوان، اللي هو من يتكلم معاك بطريقة حلوة ويجي من وراك يقول لك برافو ده عليك ارتوكي ده 100%، برافو كذا. عليك. ما نبقى صرحة مع بعضينا، انا عندي واحد اتنين تلاتة، عندك في العقيدة واحد اتنين تلاتة، عندي حبة ليك أقول لك أنا بحبك وتمام التمام وهنفع أنا بصحابه تمام التمام، مش عندي أتجنب، لكن أسلوب اللي هو التمثيل على بعضينا مش حلو. في كتير بتلاقيها من النوعية دي وموجودين عندنا في مصر، تلاقي بيمثلوا إحنا بنحب كل الناس وبنحب كل المسيحيين وباب الكنيسة مفتوح لكل المسيحيين وتعالوا وقربوا، وتيجي تتعامل معاهم الواد ده أرثوذكسي يعني هرطوقي. ابو عايز يا اولاد دين، يا اولاد دين المسيحيين، هو ايه اللي هرطوقي كده؟ يعني معلش بمنتهى الادب والاحترام، يعني الكنيسه اللي عمرها كذا دي هرطوقيه، والكنيسه اللي مثلا لسه طالعه في القرن 16 دي مش هرطوقيه؟ ما احنا لو بصينا لبعضينا على هرطقه هنلاقي كلنا هرطقه، بس كل واحد لا لا، بمنسوب معين. طب دقيقة يا دكتور قاسم، ممكن أضيف فتي؟ تفضل. يعني الله يكون ظلمنا، لأن انتظر 1600 سنة كل المسيحيين من 1600 سنة هرطقة وراحوا للهلاك. يعني يعني شيء مو منطقي أبدا. يعني معاك بس. اقصد الجوي بعد المسيح، ها، والآباء اللي بعدهم والمسيحيين هم من 1600، يعني من قبل 1600 سنة كلهم راحوا للهلاك. يعني شيء مو منطقي أبدا. خليني اكون عادل معاك وصادق بنسبه كبيره، اكون صارم مش عيصان. بنسبه كبيره فكره ان احنا هرتقى بنسبه كلنا لسبب معين، اقول لك ليه. نعم سامعني يا مارتن ولا الصوت راح؟ سامعك دكتور، سامعك دكتور. اقول لك
واقول لك ليه وانا مأسوف على الخبر ده، ان هو فعلا احنا للاسف يعني، مع اني ما بحبش اللفظ ده ان انا اقوله عليا ولا على اي حد، بس الفكره لان فكره الكتاب المقدس ان احنا نمشي كلنا بيه، في مننا هرتق في السلوك يعني حيث يرعى شعبه بطريقه سليمه ما عملش كده، في مننا هو سكة بيع سكوك الغفران، في مننا اللي قال الكهنوت خلاص ماليش دعوة بيه، ودول بقى أحبابنا اللي هم جون في القرن ال 16 حاربوها. بس حرفيا مارتن لوثر نفسه ما عملش الغلطة دي. صحيح. يعني مارتن لوثر لما جه وعمل موضوع البروتستانتية ما عملش، هو ما عملش أصلا البروتستانتية. مارتن لوثر لما عمل الثورة عملها على بعض السلوك جوه كنيسة مش كل الكنيسة، ما صحيح. قالش أنا مش عايز الكنيسة الكاثوليكية، قال أنا مش عايز هيمنة لبعض الكهنة، ما قالش أنا مش عايز كهنوت خالص. فجاء قال بسلوك هو معين كالفن اللي بداها يعني، صح. كالفين، والبهدلة اللي بعدها بهدلة كبيرة. فمن أيام لوثر لغاية كالفين وغيره الكنيسه دي كانت ماشيه ازاي، لدرجه ان الكنيسه اللوثريه الناس اللي في السويد او الناس اللي في المانيا او بعض الدول الاسكندنافيه كمان غير السويد هتلاقي عندهم كنيسه اسمها الكنيسه اللوثريه. صحيح. الكنيسه اللوثريه بتقول ايه؟ الكنيسه اللوثريه ان في كهنوت وفي اسرار. طب منين يا اخوانا يا بروتستانت قلتوا ان مفيش كهنوت ومفيش اسرار؟ اذا كان لوثر نفسه اللي عمل ثورة الاصلاح ده، سامعني يا اخويا؟ أسامعك، أنا معك، أنا يعني أنا إلي اطلاع كامل إنه بالتاريخ اللي صار يعني، نعم. لدرجة كمان هات بقى جزء اللي حصل في الكنيسة الكاثوليكية، وهاته دلوقتي نتكلم من ناحية الكنيسة الأرثوذكسية. دلوقتي في الكنيسة الأرثوذكسية ناس بتحاول تعمل نفس فكرة هيمنة الكهنوت اللي حاربها مارتن لوثر، بس بطريقة مختلفة، إن كهنة من بعض الكهنة مش كل الكهنة، في كهنة حلوين في الكنيسة الأرثوذكسية برضو لغاية دلوقتي، بس في بعضهم بيحاولوا يسيطروا على الشعب بالإجبار صحيح. ويحاولوا يضايقوهم. عشان كده أقول لحد ما هرتقش بالعقيدة في اللي هرتق بالسلوك. 100%، نعم. عشان كده فكرة إن إحنا كلنا كنايس نكمل بعضنا ونقرب، وعندنا أسهل حاجة المحبة، أسهل حاجة حب اللي حب كل الناس. اذا كان بيحب كل الناس ما تحبش المسيحي اللي من نفس ديانتك؟ ما هنا المشكلة، أنا ما جاي أشوف محبة يا دكتور، صدقني. يعني من مسيح إلى مسيح ما فيش محبة، أنت شلون راح تحب المسلم أو تحب الجودي أو تحب الغير ديني مثلا؟ يعني بين المسيح والمسيحي إذا ما في محبة، كيف راح تحب الغير؟ صح، ما دي كارثية. بقول لك المؤمن جوه الكنيسة مش بس طايفة نفسها، يعني اتنين في مبنى كنيسة واحد تلاقي أسفنة، وتلاقي ناس بتتعب في بعضها، وتلاقي مشاكل، وتلاقي تبليه على بعض، وتلاقي سلوك مسيحي مش كويس. لما تبدأ الكنائس دي من جوه الكنائس المحلية يبقوا كويسين، هنوصل فعلا مع بعضينا للإيمان الواحد والمحبة الواحدة. وده هيحصل، ما موجود في سفر الرؤيا ان في كنيسه فيلادلفيا، وفي اواخر الايام فيلادلفيا محبه الاخوه، يعني كلنا هنرجع تاني مع بعضينا. بس الفكره نفوت الحرب بتاعت الشيطان علينا، فوتها عليه ان الشيطان ما يعرفش يوقع ما بيننا. فلو في حد فاهم عننا ان احنا سلوك مثلا معين غلط فاهمينه عننا، لا وضح لهم يا اخي مرتب، قول لهم النقطه دي فيها كذا والنقطه دي فيها كذا. يعني الأخت المباركة أخت هيا كانت متكلمة في مرة على نقطة المعمودية، طلعت في بس قبل ما تتعمد، قلت لها أنا مع كامل احترامي يا أخت هيا أنا بحترم كل الكنائس،
بس افضل في المعمودية صراحة. انا حضرتك من كنيسة كاثوليكية ولا من كنيسة ايه؟ أنا كاثوليكي. تمام. انا قلت لها صراحة، واللي اتفرج على البث هيأكد ان انا ما بكذبش في الكلام ده. قلت لها انا بفضل ان العيد يبقى في كنيسة تقليدية، بمعنى ان الكنيسة يبقى فيها كهنوت، لكن لو ما فيش قدام حضرتك غير الكنيسة البروتستانتية بتعملي في الكنيسة البروتستانتية، وربنا يعني يبارك، وانت شخصية كويسة والتعبير حلو، وكل يعني فكرة العبور من الظلمة للنور على عينيا وعلى راسي، ربنا يتمكن ويخلي كل الناس كده. وانا مبسوط للمشاركة اللي عملتيها معانا، بس نفسي لو لقيت كنيسة تتعمدي فيها تقليدية حلو. وبصراحة قلت لها انا افضل كتحيز بقى، معلش قلت انا يعني كواحد ارثوذكسي اتعمدي في الارثوذكس، ما لقيتيش اتعمدي روم ارثوذكس، ما لقيتيش اتعمدي كاثوليك، ما لقيتيش اتعمدي انجليكان، ما لقيتيش اتعمدي بروتستانت. بس في كل الاحوال لازم تكون في كنيسة فيها كهنوت. يا جماعة التناول في الكنيسة اللي فيها كهنوت ايا كانت، هي فيها جسد ودم ربنا، اه، والكلام ده بقوله مسؤول ان انا اقوله قدام اكبر حد في الكنيسة، في المجمع المقدس عندنا في الكنيسة القبطية، لان الكهنوت يتوقف على شرطونية السر. الشخص ده اترسم مسلسل من مسلسل رسولي، تسلسل رسولي يعني، فهو كاهن سواء كاثوليكي ولا غيره، بدم كاهن ليه تسلسل رسولي، يبقى فيه كهنوت وفيه اسرار. فالنقط دي توضيحية تسهل، تسهل الناس تعرف بعضها وتضرب مع بعضها. لكن نفضل يا جماعة ده يتكلم على ده وده يتكلم على ده ونخبط في بعضينا، مش هنوصل لحاجة يا أصدقائي الأعزاء. نعم، يعني انا يعني دكتور اغسطين، مثل ما شفت يعني انا احييك صراحه على على هذا الحوار، انه جاي تحاور بكل ادب وبكل احترام، يعني ما جاي تستخدم لا انه كلمات انه تؤذي الغير او تشعرهم انه هم هرافقه او عباد اوثان او وات ايفر. يعني احييك على هذا الحوار، يعني هيك حوار بمحبه وباحترام، انا كلش احبه صراحه. انه اتمنى انه من الكل انه يتعلموا يحاوروا، يعني حتى اذا محاوره مسيحيه بين مسيحي ومسيحي، انه هيك اكو احترام واكو ادب واكو محبه بالحوار، هذا شيء ايجابي ايجابي جدا، وبالاخير كنا جاي نتعلم يعني من بعض. معلش يا صديقي، بس برضو افهم وجهة نظري. لما يكون حد خارج من خبطة كبيرة، يعني العابرين بالذات خارجين من خبطات كبيرة كبيرة جدا، أنا معك، فعابرين أنا فاهم قصدك دكتور أغسطين، صدقني، وهذا كله بسبب التعليم المنحرف اللي جاي يتلقوا البعض، مو الكل، البعض. نعم، تفضل. فكرة ان هو مثلا شايف اسلوب معين، يعني مثلا انا عايز اقول لك يعني جوه فكرة التعليم برضو الارثوذكسية، في ناس لو اتعاملت مع مارتن على اساس ان هو كاثوليكي ممكن ما تتعاملش، ممكن ناس من كنائس تانية برضو، وبالاخص لو كنيسة بروتستانتية عرفوا ان انا قبطي ارثوذكسي، عارف ممكن يحرموش مني اصلا. فهي برضو العملية معتمدة الناس دي كان الخلفية بتاعتهم ايه. هما دلوقتي جايين برضو بيحاربوا عن الإيمان المسيحي، بس ممكن مش مستوعبين تفاصيل اللي انت بتعمله. قول لهم انا لما بعمل كده هدفي مش عبادة. وضح دي، لو وضحت انا دي تسهل وضحت عليهم. دكتور غصين، يعني بس مثل ما قلت لك انه المقطع مقطع كل 10 ثواني، يعني المقطع مش كامل ابدا، تمام، الناس كانوا موجودين كلهم في البث يعني، ما وفي سبب ده يبين ان العمل فيه كل اسفين حد بره المسيحيين اصلا، نعم. حد عايز يوقعكم يخلي ده يخبط من هنا وده يخبط من هنا، وفي الاخر خلانا احنا اعداء لبعضينا.
مع ان احنا حياة ايد واحدة مع بعض، زي ما هو دلوقتي. تخيل لو خمرت، لو الارثوذكس على مستوى العالم والكاثوليك والانجليكان والبروتستانت مسكوا في ايدين بعض، ايه اللي هيحصل؟ راح ينتهي إبليس. هذا الإبليس ما يريد هذا الشيء، ما يريد أن نكون متوحدين أبدا. هو دائما يحاول أنه يفرق بيناتنا ويزرع الفتنة، فما أعرف أنه إحنا ليش نسمح بهذا الشيء. احنا بيوقعونا ببعض، يجي يقول لك ده الكاثوليكي عنده كذا، ده الارثوذكسي عنده كذا، ده البروتستانتي عنده كذا، عنده كذا. فانا اقول له ايه؟ يجي لي بس يقول لي الكلمه دي، اقول له بروح امك، ما هو كلهم بيعبدوا المسيح، انت بتعبد المسيح؟ نعم. صدقني بقول له كده، هم بروح امك كلهم متفقين على طبيعه المسيح، انت متفق؟ انت مؤمن ان هو الله؟ كلنا احنا كابوت كارثوذكس او كاثوليك او بروتستانت او انجليكان، كلنا بنقول ان المسيح هو الله. انت يا عم اللي جاي لنا من بره جاي تقول لي ان المسيح مش هو الله، انت مالك يا اخي؟ انت بتقول ان المسيح مش هو الله، فانت مش معانا اصلا. يعني المسيحيين سواء عابرين او مسيحيين بالولاده بيقولوا ان المسيح هو الله ايا كان طائفتهم. صحيح بقى 100% اختلف بقى كل ان الطوائف مكانة موجودة. العذراء، نعم بالظبط، اختلف بقى ان مكانة العذراء عنده كبيرة شوية زيادة، عنده في طايفة مش مركزة اصلا في مكانة العذراء ومعتبرها زي اي حد. دي برضو مش يعني دي وحشة، بس مش هتبقى وحشة زي عدم الاتفاق على لوية السيد المسيح. فعلى الاقل احنا في تقارب. انت بقى وحش يا شيطان برانا، يا اللي ما بتأمنش اصلا بلوية المسيح، نرميه بقى في الزبالة، ده نعم نرميه في الزبالة على جنب، لأن أنت برافو جاي توقع. عليك، صح 100%. نعم فبيبقى محروق دمهم بقى، لأن الحرب اللي هو داخل يوقع مش عارف ينجح فيها، فقفلت عليه الطريق. فيحاول يجي على الشغلات الجانبية، تعرف انه احنا يعني ككنائس شخصية انه يعرف وين يضرب، عرفت؟ فيضرب بالقديسين وبالعذراء، يعني الشيطان ذكي، يعرف يشتغل، يعني شغلته المكر والدجل. حبيبي احنا يعرف كنا وين قاعدين يضرب، يعني في منطقة حساسة، عرفت؟ فتصير في اللي بقول لك عليها دي، معانا ناس من الازهر والاواف، فكانوا بيحاولوا يعرفوا عننا نشاطات كنسيه بنعملها، فاحنا كنا اذكى من كده، كنا قافلين بقنا ما بنقولش اي حاجه. واحد معايا كان هيتكلم، قلت له اوعى تتكلم وتقول اي حاجه، خلي الكلام مقفول، الناس دي عايزه تفهم منك حاجات عشان تروح تبلغ وتقول تفاصيل التفاصيل. خلينا احنا قافلين على بعضينا، احنا تمام تمام كده، ما نوصل لهمش حاجة يحاربونا بيها. لكن في حاجات طبعا معلنة، يعني معلش اختلافنا في المسيحية في بعض النقاط العقائدية معلنة وباينة على النت وباينة في كذا حاجة وباينة في نقاشات وباينة في كذا حاجة، فدي نعرف فيها حاجة. بس اللي نعرف نعمل فيه ان احنا نتواصل مع بعضينا. يعني يا اخي ده احنا من 451 لغاية الحوار ما بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ما بين الكنيسة القبطية والأرثوذكسية، ما بين الكنيسة الكاثوليكية، تقريبا رحنا عملناه على 1900 أعتقد، و80 ولا حاجة زي كده، ولا 88، حاجة من قريب. طب الخلاف ده استمر الفترة دي اللي كلها بعد الفتح العربي ولا الغزو العربي؟ فدي نقط كارثية. احنا عايزين نقرب من بعضينا، عايزين نقرب حب محبة وعقيدة، نقعد مع بعضينا نكتر، يكتروا الناس اللي هو بتتعامل. يعني مشكلة الحوارات الكنسية بينها وبين بعضها، ان تقريبا الناس اللي مسؤولة عن الحوارات الكنسية نفسها ما بين الكنائس وبعض مش عارفين الوحدة، او مش فاهمين ازاي يوصلوا الوحدة. برافو عليك، صحيح 100%. أنا يا معاك إما مش طبعا. عايزينها يا إما مش فاهمين إزاي يوصلوا لها. تيجي تتكلم مع أبونا الفلاني، الكنيسة دي فيها كذا، يا عم فيها كذا إيه؟ ما إحنا عايزين نوصل لواحدة
ولا ايه؟ هنفضل في الوحدة عشان نوصل الوحدة دي نقعد مليون قرن تاني؟ اتحركوا، نتحرك. صحيح. فحلو المناقشة اللي حضرتك عملتها النهاردة واتكلمنا مع بعضينا، ودي برضو لما حد يكلمك في سكة تمثال ايقونات حاجة زي كده حابب يعرف منك انت على طول، قول له انا حصل كذا وانا بقول كذا بعمل كذا، عشان ما يطلعش هو نفسه يتشتت، ولما يعرف يرد على اخواتنا المتطرفين المستهبلين لا احنا حتى ككاثوليك بنعمل كذا، مش هدفنا عبادة. وروح يا حبيبي بص على الحاجة اللي بتلف حواليها كل كام سنة، هي دي حجر ودي مش حجر، واحنا قاصدين من الصلاة او من التسليم، مش بعبد التمثال في حد ذاته. واللي يحس ان هو بيعبد التمثال في حد ذاته يبعد عن التمثال، اللي يحس ان هو بيعبد الايقونة في حد ذاتها لا يبعد، يبقى هو من جواه في وسوسة لا يبعد يتجنب النقطة دي. اللي يحس ان هو بيسجد مطانية للكاهن دي عبادة ما يعملهاش، يتجنب صحيح الحاجة دي. 100%. نعم طبعا، اللي يسوي هاي الشغلات هذا ما يعتبر مسيحي اصلا، يعني مو مسيحي ابدا. بالظبط اللي يشوف ان التمثال من يسجد لانه جاي يحس بداخله انه هو جاي يعبده، لا هذا مو مسيحي، وهذا يعني خارج عن المسيحيه يعني كليا، تمام، على الصوره هستقبل معاك على 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 كاهن او بطرك وريفر يعني. بالظبط هستقبل معاك اخ شارلي لانه حاسس بالتهد. تمام حبيبي، وانا اتشرفت معاك اخي معانا اغسطيني، هو هيتكلم عن موضوع وربي مهم برضه. يباركك تعيش حبيبي يا دكتور، ياتي اخ ربنا مكتوم، يخليك ويباركك، واحنا بنبارك تحياتي اخ منك مكتوم، تعيش حبيبي يا ريمون شارلي. يا هلا بيك يا ريمون، ريمون يا هلا بريمون حبيبي حبيبي. انا عايز اقول حاجه، انا انجيلي لكن بحب الكنيسه القبطيه او الكنيسه البوكسيه، وانا شفت العذراء شفتها كحمامه ما اتكلمتش معايا، العذراء ام النور اللي بتعبدوها، وبعدين كل واحد هيديني الثاني، لو كل واحد هيديني الثاني يبقى ربنا ما لوش حط الدينونه على الاخرين، يبقى كل واحد بقى من الانجليه او الكاثوليك او الاطباق، واللي بعد اذنك يا ربنا ناخد مكانك شويه، نقعد بقى ندين بعض ونقطع بعض. برافو عليك، صح معاك حق. انا كل احترامي وتقديري للاقباط والكاثوليك والانجليين، وما فيش حاجه اسمها ده انجيل وده قبطي وده ارثوذكسي وده كاثوليكي، كلنا في روح المسيح، روح المحبه، روح الايمان، روح التواضع، روح الوداعه. لو عدنا نقول طوائف يبقى الاسلام احسن مننا، بالسمح احلى مننا، لان كلهم حبيبي بيحبوا بعض في النهايه. يعني خلينا نتناقش لما نيجي مسيحيين كلنا مع بعضينا، نتناقش كمسيحيين ده يتناقشوا بقى بتوع الحوارات الكنسيه مع بعضيهم والرسائل الكنائس مع بعض، في ايه اللي حياتنا نتفق معاه، في ايه اللي ما نتفقش فيه، يخلصوها مع بعض. لكن احنا ما تمام تمام انا عجبني بابا شنوده في اخر ايامه قعد مع الجماعه الانجليين وقعد يتكلم معاهم على الطوائف وعن المعتقدات، وعرفنا من بعد شويه. ايوه ده حقيقه يا جماعه، دلوقتي احسن بكتير جدا 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 جدا، وكل مدى نعرف بروح المحبه، كل مدى نعرف بروح المحبه، وروح المحبه توصلنا كلنا لوحده عقيده بعد كده كلنا. بس امين امين الاساس احنا لو ما عندناش امين محبه، معلش ما عندناش محبة، هو في ثلاثة موجودين، واحد ابتي ارثوذكسي، واحد انجيلي، واحد كاثوليك. لو احنا ما عندناش محبة طب وايه اللي طلعنا كلنا بس واحد؟ لو احنا مش بنحب بعضين، فالأهم صحيح. المحبة الأساس، وعلى الأساس ده هنعرف نتناقش وناخد وندي مع بعضينا، طب النقطة دي، طب النقطة دي، طب دي فاهمينها صح مش فاهمينها صح، ونتقارب في المسافات ونقرب زي ما عملنا الاتفاقيات اللي اتعملت قبل كده ما بين الكنائس. يعني كان من 451 لغاية دلوقتي، انت نزلت ليه شارلي؟ تمام، من 451 لغاية دلوقتي ما كانش، يعني لغاية فترة قريبة ما كانش فيه اتفاقيات على طبيعة السيد المسيح، كان الناس كلها فاهمة طبيعة السيد المسيح صح، لكن ما كانش فيه حاجة مكتوبة ما بيننا ما بين بعضينا تأكد ان كلنا بنؤمن بنفس الإيمان.
وكان الناس فاهمة، كلها فاهمة عن بعضها حاجات غلط. لكن دلوقتي لا، دلوقتي كلنا واضح وصريح. طيب دكتور انا اتشرفت فيك، فراح انزل اخلي تعيش اخ مارتن صلواتك، وربنا يبعد عننا كلنا يلا عدو. رب حبيبي حبيبي دكتور، ربي يباركك ربي يبارك. اخ هشام كلمنا بقى عن الظهور، ظهور العذراء، لان يعني يهمني لي انا جدا خاصه ان انت لي بتقول انا انتماء للكنيسه الاسرائيليه. انا شفتها مع واحد صاحبي اسمه جولش، كنا في جبل العدرا، تمام. شفت حمامه الساعه 3 الفجر في قلب البطن، يعني في بطن العدرا، بطن يعني تحت بطن الحمامه، شفت زي شخصيه كده متجسده بصوره العدرا، الصوره الطبيعيه اللي احنا بنشوفها يعني. تمام، دي كانت اول مره. فطبيعي ان مفيش حد لازم الصوره دي على الحمامه يعني. لا دي كانت اول مره اشوف يعني وجه العدرا في قلب الحمامه او في البطن بتاع الحمامه من تحت يعني. كنت تمام، نايم على السطح، كنت نايم فوق على السطح يعني. شفاعتك عذراء من نور، نوصل باذن الله للوحده المرجوه تاني والدنيا مره تبقى شفتها وهي احسن. بتنزل دي، تاني مره شفتها وهي بتنزل دي عند اب كاين. حلو ثالث مرة كنت حلو، ناوي أعمل خطية شنيعة هي منعتني. الحمد لله يا صاحبي. قالت لي انت أنت في ليك، المانيا؟ قالت لي أنا مامتك، قالت لي أنا مامتك، ولو أنت عملت حاجة يبقى أنت بتأذي مامتك. انت في المانيا بتقول ولا لا فين؟ المنيا. خد بالك من نفسك، هو حد يضحك عليك كده؟ ما عملتهاش الحمد لله. الحمد لله. هي الخطية دي يعني كل الناس بيحاولوا يتحاربوا بيها، ما تقلقش، بس الحمد لله لا انا بدل كنت ما زي صغير، انا كنت صغير يعني. محافظ على نفسنا خالص. الحمد لله احنا لازم نحافظ على نفسنا لغاية النهاية. لا انا كنت صغير، وكنت كمان يعني حبوب يعني، كان شكلي حلو وكانت عينيا خضراء. قبل ما تبقى رمادي. لسه عليك خضرة ولا اتغيرت؟ لا استوت. بشوي بيقول الوحدة لن تأتي إلا بالتناول وليس باجتماعات الترتيل، الاتنين مع بعض يا بشوي، الاجتماعات الترتيل وبعدها التناول، كل الاتنين شيء مع اكتب بعض. فيه الواحدة هتيجي بكل شيء، بالمحبة وبالتناول وبالإيمان وبكل شيء، مش بحاجة واحدة. بالظبط، وأولها أولها المحبة، بعد كده هنعرف نتناقش، نعرف نتكلم، نعرف نوصل وعايز اقول حاجة الوقت. للاخت جيجي، عايز اقول حاجة للاخت جيجي، الاخت اسيا بتحبها جدا جدا، بس ما اعرفش يعني غالبا ان كريستيان المسلمين يعني دخلوا باسماء مزيفة وعملوا انا الحرب كنتش دي. عارف، بس هم معين بيحاولوا يعاونوا بعض، ما دي هم بينا هم وبيجوا مع اخواتنا مارتن كتير يعني. بيحاولوا، واخ والشيخ سامي واخت هيا، كلهم شخصيات مباركه، بس هو ما تعاون دي لا محاولة ان هو بلين. يعني الشيطان ما عرفش الشتيم ينجح اختلف فيه. معايا يعني، الشتيم اختلف معايا وشتمني شتام صعب، بس انا يعني انا ما عنديش مشاكل معايا، مشكور ربنا.